ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة ووصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى أخوات وأحلى مشاهدين وأحلى متابعين في المجرة كلها، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. وحشتوني يا أخواتي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. النهاردة هنعمل الصابون السايل بمكون واحد بسيط جدا، طريقته أسهل مما تكون. كان صراحة الصابون السايل عندي خلص القمر ده اللي إحنا كنا عاملينه مع بعض، وانا الصراحة بيني وبينكم مش بحب اشتري صابون سائل من محل المنظفات، لان انا في الفترة الاخيرة لما بقى دخلت وتغولت في موضوع الصابون، عشان تشتري صابون من بتاع المنظفات لازم بيعملوا بنسب معينة، نسبة مثلا يقولك لازم تكون النسبة 7%، لو ما مشيش ورا النسب ديت ممكن لا قدر الله يجيب لك سرطان وش، يعني فاهماني؟ ربنا يحفظكم جميعا يا رب. فطبعا ما فيش حد تحت في محلات المنظفات بيقيس نسب ولا بيقيس بتاع، كله اي حاجه على اي حاجه واضرب واقلب في البرميل وخلاص. فانا جيت قلت لا اما انا اعمله في البيت مع نفسي بطريقتنا الاموره، لا اما انا امبارح قاعده كده مع نفسي اكتشفت طريقه صراحه سهله ولطيفه. فانا ايه هعمل لكم الطريقه اللي انا عملتها مع نفسي امبارح. هتجيبي 2 لتر ميه سخنه زي ما احنا متعودين مع بعض، اول ما تلاقوا الطبق ده بقى تعرفوا ايه ان احنا معانا 2 لتر ميه سخنه، تمام؟ وجبت يا حبايب قلبي صابونتين صغيرين من القمر اللي احنا كنا عاملينه مع بعض من بواقي الزيت دوت اللي هو الصابون البلدي، جبت صابونتين بشرتهم. يبقى نجيب صابونتين بلدي هنبشرهم ولترين ميه سخنين. هنقلب يا روح قلبي المكونات. اختي بيقع مني مش عارفه اقلب خلاص. هنقلب يا روح قلبي المكونات ديت مع بعض وهنركنه. طبعا بقى انتوا عارفين انتوا بقيتوا اساتذه خلاص، هنركنه بقى ساعه ساعتين، اول ما يبقى عامل جل هنرجع وهنقول ايه اللي هيحصل تاني وهنعمل ايه تاني وشكله هيبقى ايه تاني برده. يلا سلام يا حبايبي، اروح هركنه شويه وارجع لكم. بصي بقى يا روح قلبي كده احنا سيبناه 4 ساعات مع بعض، طبعا تقل وبيعمل قوام الجل، انت واخده بالك طبعا، الناس اللي متابعيني عارفين. اول بقى ما تقل رحت عاملاه بالمضرب، فكيت اللي هو الجيل التقيل دوت، وجت جودي بنتي راحت مدلعهولي وحطالي عليه شويه لون، اللون اهو عايزه تقلي عن كده ماشي، مش عاوزه خلاص تسيبيه بلونه وعايزه تحطي اي لون تاني مفيش مشكله، بس هي حبت تعيش في دور ان معاها فري يعني. بصي الجمال، بذمتك فري ده ولا مش فري؟ فري ده ولا مش فري يا قمر اللي بتتفرجي عليها دلوقتي؟ ايه رايك في الجمال؟ من صابونه عملنا بصي ولا 5 6 ازايز فري اهو. وتقلي بقى وخففي براحتك، انا بحبه تقيل الصراحه، باخد معلقه كده على طبق ميه وبعيش احلامي بيها. عايزه اقول لك ان اقسم بالله والله العظيم اول مره استعمل حاجه لغسيل الاطباق واشوف وشي في الطبق او اشوف وشي في الصينيه اللي انا بعملها، والله العظيم بتخلي لي كل ستانلس رهيب يبقى مرايه كده. جربيه وقولي لي ايه رايك في التعليقات، احلى من اجدعها فيري وحاجه سهله جدا. وعايزه اقول لك ان انت لو عملت عندك الصابون الصلايت اللي احنا عملناه مع بعض، لو خدتيه برده بشرتيه وحطيتيه في شويه ميه سخنه هيطلع معاكي كده ومش هتحتاجي برده لون، هيطلع بقى معاكي بالصفار دوت على طول، لان اللون الاصفر ده اللي احنا كنا عاملين بيه اللي هو الصابون الصلايت. بصي بقى يا روح قلبي مش عايزه لون خالص، زي ما قلت لك مفيش مشكله بلاش لون خالص. قمر اهوت فري بمكون واحد، ولا اسهل ولا اروع ولا اجمل من كده تاني. اتمنى الفيديو ينور رضاكم. اشتركي في القناه يا روح قلبي لو مش مشتركه، لايك جميله منك بقى على بتاع القمر دوت، واختم الحلقه بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.